افريكانو. احنا كنا جروب كنا من الراب شحال هادي كنا سميتنا سيستيم طنجاوي ومن بعد بدنا كنتوسعوا وكنعملوا لي كونسير وكنخرجوا لي تيتخ وكيوصلوا عند الناس بزاف. فكنا ما خصناش نبقاو اللي بقى غير طنجاوي, خصو يكون افريقي حتى حنا اصلا افريكانوس. فجات من تما جات سيستيم افريكانو. من بعد كل واحد خطا ديك افريكانو, انا خديت ايوب افريكانو بلا خدام بلا الافريكانو, فرقتوها بيناتكم فرقتوا افريقيا بيناتكم ودزتو من طنجاوي ديجا غير طنجاوي شمالي مغربي عاد افريكانو. في الاصل كان افريكانوس كنا هي هذه. لا لا مزيانه مزيانه, تاع افريكانو تاع هي زوينه. نرجع معك لاخر عمل ديالك, واحد الفيديو كليب اللي كان زوين مع عادل اسيل. تكلم لنا على هذا الفيديو كليب, وشكون صاحب الفكره وعلاش عادل اسيل بالضبط؟ عادل اسيل احنا خدمنا بروجي كنا هادي شي عامين دابا, حنا عندنا فكره باللي خصنا نخدموا, حيت حنا ديما كنخدموا في دار وحده اللي هي افريكا برودكشن, كنخدموا مع بروديكتور واحد اللي هو بلا افريكانو, فديما كنتلاقاو في استوديو. كثرت عليه بلا افريكانو. المهم افريكا واش شي مخرج شي معاشي كلشي شي ديالكم في راهم بوات دو برود ياك بوات برود بوات دو برود عندها تعلق بكم؟ لا سميه فيها 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 تيم, يعني حنا وحدين من التيم وصافي. اوكي داكو, نرجعوا للكليب. صافي نرجعوا للكليب. بالنسبه لزيني كان فيه واحد فايب اللي هو واعر بزاف حيتاش حنا فحال عائله تما, وديجا خدمنا الصونغ بواحد الطريقه اللي هي غريبه. كنا صايبنا واحد ديسك اخر, واخر اخر المطاف عاد صايبنا زيني اللي صايبناه في نهارو. داكو صايبنا نهار كامل صايبنا الديسك, بدينا كنفكروا في كليب, واللي كان كليب من الاخراج ديال حمزه الملاحي. صافي وعيطنا لحمزه وجلسنا في استوديو بدينا كنفكروا في كليب وداكشي. جاتك الفكره؟